سيادة النائب عبد المنعم إمام. معالي الوزير في مداخلة هاتفية قريبا قال بتحكم: أنا بعتذر للناس جامد. وأنا بقول لك يا معالي الوزير، اعتذارك مرفوض جامد. اعتذارك مرفوض لأن وزارة التموين أثبتت بشكل واضح جدا أن مصر ما عندهاش مشكلة في قلة الفلوس، لكن عندها مشكلة في زيادة اللصوص. أثبتت وزارتك برضو وسنت سنة لم يأتي بها أحدا من العالمين، إن بلد يبقى فيها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر يبقى عندها أزمة بصل وسكر. اعتذارك مرفوض لأن وزارتك أصبحت وزارة المعاشات باقتدار. كل الناس اللي بتطلع على المعاشات بيتبدلها سنوات، وكل الكوادر الوسيطة ما عندهاش أي فرصة أنها تترقى وتكبر. هذه البلد نصها بيقبض الحد الأدنى للأجور 4000 جنيه. أقل فرد النهاردة عشان يأكل عايز 50 جنيه في اليوم، يعني لو أسرة عايزة 200 جنيه، يعني عايزة 6000 جنيه في الشهر، ده أكل، لا كهرباء ولا مية ولا سكن ولا بنزين. أنا بقول لك يا معالي الوزير، خد الـ4000 جنيه وعيش نفسك أسبوع زي المواطن عايشه. اللي بيحصل ده سياسة مجحفة للشعب المصري، ليس مقبولا إن احنا نخير الشعب المصري ما بين إنك لا تبقى جعان وفقير، لا تمد إيدك وتمشي غلط وتبقى حرامي. لا، في خيار ثالث، إنكم تورونا عرض كتافكم. وشكرا. شكرا.